رائد الخضر يعطينا تفاصيل أوفى عن تطورات الأسواق. وخليني أبدأ رائد، أهلا بك معنا أولا، وأنت رئيس قسم الأبحاث بإكويتي جروب. عن التحركات اللي عم نشوفها على الأسواق العالمية، واضح أنه عم تستمر حركة الارتفاعات لفترة طويلة، إلى أي مدى عم تستفيد يمكن من التصريحات التي سمعناها من جيروم باول خلال هذا أو نهاية الأسبوع الماضي حول التوجهات لفائدة أقل؟ يعني هل عم تكتسب اليوم زخم أكبر الأسواق بهذا التصريح؟ يعني هذه التصريحات مهمة وبشكل كبير، لأنها ترسم يعني أولا هي تغير خطة السياسة النقدية للفيدرال الأمريكي بانتهاج واضح وصريح لسياسة تحفيزية لفترة متوسطة إلى طويلة، أي أولا التنازل عن الحد الثابت لمستويات التضخم عند 2% وإعطاء المجال ووصف السياسة النقدية بأنهم يستهدفون ما حول 2%، أي بمعنى آخر مسموح الارتفاع فوق مستويات التضخم، وأن الحاجة إلى الأسعار الفائدة المنخفضة وبرامج التيسير الضخمة والمفتوحة لا تزال موجودة ولفترة ممتدة وطويلة. وأعتقد أن ذلك على الأقل سنشهده حتى نهاية تعاملات هذا العام بتأثيرات إيجابية كبيرة على أسواق الأسهم ومزيد من الضغط على الدولار الأمريكي المتراجع بفعل أسعار الفائدة المتدنية وبفعل أيضا يعني وجود الجائحة التي لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تعكس أرقام كبيرة نسبيا، وإن كان هناك تحسنات في بعض القراءات الاقتصادية التي تصدر، ولكن إذا نظرنا إلى على سبيل المثال الجوبلس كليمز التي صدرت الأسبوع الماضي عند 1.006 مليون ألف وظيفة، هذا بحد ذاته نحن عم نتحدث عن ضغط كبير على قطاعات الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يكفي ما تم تحقيقه حتى الآن من تحفيزات نقدية أو مالية عن طريق الحكومة. ولا ننسى نوفمبر والانتخابات التي سوف يبذل فيها ترامب كل ما يستطيع حتى يكون هناك تحفيز أكبر لقطاعات الشركات على وجه التحديد. طيب كيف عم نتحرك الآن؟ يعني احنا شايفين الدولار ما زال عم يواجه بعض الضغوطات، يمكن رائد هل السياسة للفيدرالي قد تضغط على الدولار خلال الشهر القادم بشكل أكبر؟ الذهب عم نشوفه بالمقابل كملاذ آمن عم يتداول دون مستويات $2000، هل انتهت موجة الصعود بعد هذا التصريح ربما للذهب؟ تماما، النقطة الأهم أن الدولار الأمريكي هو الحلقة الأضعف فيكون في الفترة القادمة، وذلك لذلك سيعلو كعب الذهب مرة أخرى على الدولار الأمريكي، وليس ثقة في الذهب وإنما بنتيجة تراجع الدولار الأمريكي كقدرة شرائية، وبالتالي سيكون هناك ارتفاع في أسواق السلع إجمالا وأسعار المستهلكين، والذهب شأنه شأن آخر باقي السلع. ولكن هل سوف يكون هناك اتجاه إلى الذهب كاستثمار في الوقت الحالي؟ لا أعتقد ذلك، وبالتالي فنيا نحن نفسر ذلك بأن الذهب قد يتمكن من الصعود تدريجيا وبشكل بطيء نحو مستويات $2000 للأونصة والاستقرار قريبا من مستوياتها الأعلى التي حققها عند $2074 للأونصة، دون أن يحقق ارتفاعات قوية أو خارقة على الأقل حتى شهر نوفمبر عند موعد الانتخابات. غير ذلك أعتقد التقلبات سوف تكون أقل حدة مما كانت عليه سابقا، وهي مرتبطة بضعف في الدولار الأمريكي بشكل أكبر. نقطة ثانية وهي السندات الأمريكية التي أصبحت نوعا ما ترتفع بعض الشيء، ولكن ارتفاعاتها لا تزال أقل بكثير من مستويات التضخم بالنسبة للمستثمرين. لا تزال أسواق الأسهم والذهب هي خزان للقيمة وفي نفس الوقت فرصة للاستثمار بشكل أكبر بكثير من الإبقاء على النقود كما هي لنظرا لانخفاض القدرة الشرائية وأيضا تراجع عوائد السندات وعدم الثقة في الاقتصاد بشكل كبير. نشكرك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث بإكويتي جروب على كل هذه التفاصيل.